موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال الشيخ سعد رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأن ذلك باطل، يعني ادعاء الولد لله باطل من عدة أوجه، منها أن الخلق كلهم عباده والعبودية تنافي الولادة، كيف يكون ولدا وهو عبد خلقه الله عز وجل لعبادته، ومنها أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من الوالد فمحال أن يكون لله تعالى ولد. ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين، يعني أقل من الذكور درجة، فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟ فإذن يكونون أفضل من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنها أن الصنف الذي نسبوه لله وهو البنات أدون الصنفين وأكرهها لهم، حتى إنهم من كراهتهم لذلك إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، أي من كراهته وشدة بغضه، فكيف يجعلون لله ما يكرهون. ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية، أي يجمل فيها لنقص جماله، فيجمل بأمر خارج منه، يعني من طبيعة المرأة التي جبلت وفطرت عليها أنها تحب التزين والتجمل مهما كانت جميلة. وهو في الخصام، أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام غير مبين، يعني غير مبين لحجته ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبوهن لله تعالى. ومنها أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فتجرؤوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثة، فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. ومنها أن الله تعالى رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنهم ليس لهم به علم، ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة وستكتب عليهم ويعاقبون عليها، كما سيأتي في يعني الآيات التالية. هذه الآيات وغيرها في القرآن فيها نفي الولد عن الله تبارك وتعالى، كما فعل ذلك اليهود أيضا حين زعموا أن عزيرا ابن الله،
والنصارى حين زعموا أن المسيح ابن الله، والمشركون زعموا الملائكة بنات الله. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، بل الله عز وجل الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا هو أعظم الكمال. وإلا فاتخاذ الولد علامة على النقص، لأن الإنسان يحتاج الولد ليكمل نقصه، أما الرب تبارك وتعالى فهو الكامل من كل وجه، لذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذه الردود التي ذكرها الشيخ مستنبطة من الآيات أعظم رد على هؤلاء من اليهود والنصارى وغيرهم، وفيها ما فيها من التنزيه لله تبارك وتعالى عن هذا الوصف الباطل. وفي الحقيقة الإنسان كما وصفه الله: إن الإنسان لكفور مبين، يكفر بربه تبارك وتعالى ويكفر أيضا نعمة. والله عز وجل حقه الشكر وأن يفرد بالعبادة تبارك وتعالى، وليس أن ينسب له النقص، بل العجيب أنهم ينسبون إلى الله عز وجل ما لا يرضونه لأنفسهم من نسبة البنات إليه تعالى، لأنهم كانوا يحبون الذكور على البنات. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.